لم تعد ثورة تشرين حدثاً عابراً يمكن المرور عليه بشكل عاجل دون الوقوف على محطاته ورصده كحالة تاريخية تسعى إلى تغيير خارطة العراق السياسية، حيث أخذت هذه الثورة اهتماماً عالمياً ومحلياً وعلقت على مجرياتها الصحف والمنظمات العالمية، وكلها تجمع أن الثورة لن تتوقف مهما بلغ البطش الحكومي، بل لعل هذا البطش زاد من زخم الثورة ووسع دائرتها. صحيفة الأوبزيرفر البريطانية في تقرير لها بعنوان ساعة بعد مذبحة حول مجزرة ساحة الخلاني في بغداد قالت إن المتظاهرين عادوا إلى الاكتظاظ بالساحة بينما لم تجف بعد دماء المتظاهرين ليوصلوا رسالة تحدي للسلطات الحكومية والميليشيات أنهم سيستمرون في التظاهرات. أنطانا النظيف أوانا المرصع اكتلونا وعلي للبيت ما نرجع. تعلق الصحيفة على هذه الحادثة بقولها إن تعامل السلطات العنيف مع التظاهرات أدى إلى تزايد الغضب داخل العراق وخارجه، فتوجهت بوصلة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى العراق راصدة عمليات القتل والخطف التي تمارسها الميليشيات والقوات الحكومية بحق الناشطين والمتظاهرين. وعلى الرغم من محاولات التفريق والقمع استمرت التظاهرات، حيث أقام المتظاهرون خياماً في ساحة التحرير ببغداد تحمي مختلف الفئات من برد الشتاء، فضلاً عن نصب خيمة تحمل اسم مسرح الشعب تقرأ فيها قصائد الشعر وتقدم عروض مسرحية. وتضم ساحة التحرير أيضاً أماكن لتأبين شهداء الثورة وتتضح فيها التكلفة الفادحة في الأرواح التي تكبدها المتظاهرون. الصوت العراقي الغاضب وضع قضية بلده في أروقة المجتمع الدولي، ووضع هذا المجتمع أمام موقف أخلاقي وإنساني من شعب يريد أن يطوي صفحات معاناته الطويلة.